بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا لليوم هو في القواعد قواعد تعلم اللغة الفرنسية. اقترح عليكم تخطيط لهذا الدرس le plan de cours. On va commencer par les définitions, après des exemples, l'emploi de l'adjectif qualificatif, exercice d'application. À la fin, on va faire la correction d'exercice. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'adjectif qualificatif. Et dans le scénario, on voit la grammaire. L'adjectif qualificatif أي الصفة أو ما يسمى بالمنعوت أو النعت. إذن أولا سنبدأ بالتعاريف، تعريف الأدجكتيف كاليفيكاتيف وأنواعها. ثانيا ترفق هذه التعاريف بالأمثلة كالك إكزامبل. ثم لومبلوا دو الأدجكتيف كاليفيكاتيف استعمال الصفة المؤهلة أو استعمال النعت. في الأخير سأضع تمرين اكزرسيس دابليكاسيون، تمرين تطبيقي نطبق فيه المعارف التي اكتسبناها، وفي النهاية لا كوريكسيون دكزرسيس تصحيح التمرين طبعا. إذا على بركة الله نبدأ درسنا لليوم. La définition de l'adjectif qualificatif est un tarif à sefa al-mu'ahila. C'est un mot qui se rapporte au nom pour le qualifier. Il s'accorde en nom, en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Sauf l'adjectif qualificatif qui se termine par un E, muet, ne change pas au féminin. إذن تعريف الأدجكتيف كاليفيكاتيف هي اسم فتمو، إذن هي اسم وليست فعل أو أداة نفي أو نهي. فتمو كي سو رابورت أو نو بور لو كاليفي، التي ترفق أو تعود على الاسم لتقوم بإعطائه صفة. لو كاليفي هي تأهيله أي إعطائه صفة أو نعته. Il s'accorde en genre et en nombre. إذن هي تتبع الموصوف en genre أي في النوع. Le genre نقصد به نوع التأنيث أو التذكير. Le féminin هي المؤنث والمذكر le masculin. Et en nombre نقصد بها في العدد أي في الإفراد والجمع. Le nombre ça veut dire le pluriel هو الجمع، et le singulier هو المفرد. Avec le nom auquel il se rapporte، مع الاسم التي تصفه، أي أنها تتبعه في تذكيره وتأنيته إفراده وجمعه. إذا صف الأدجكتيف كاليفيكاتيف كي se termine par un E، فقط الصفة التي تنتهي ب E، muet أي ساكنة لا تنطق. Ne change pas au féminin à la silate tariyaru fi al-mu'annat. On passe maintenant au genre d'adjectif qualificatif qu'on a et d'un anwa' al-sifat à la silate d'aina fi l'oral al-faransia et d'un l'adjectif l'adjectif qualificatif épithète. Il se rapporte directement au nom. Exemple, un agréable séjour, une longue durée. إذن هذه الصفة التي تسمى بالأدجكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت هي تتبع الموصوف مباشرة، أي أنه لا يوجد لا حرف ولا اسم ولا فعل يفصل بين الموصوف والصفة. Exemple, لدينا un agréable séjour. إذا agréable c'est l'adjectif qualificatif épithète لأنها لا تفرقها عن الموصوف الذي هو séjour أي حرف
أو أي فعل. ألوغ بالنسبة لي لاكور، نقول لاكور أي كيف نقوم بكتابة هذه الصفة من ناحية التذكير والتأنيث والجمع والإفراد. لدينا ان سيجور سيت ان نو ماسكولان، اذا هو اسم مذكر. اذا بما انه مذكر ومفرد، لان ان سيت ان ارتيكل انديفيني، هو ان هو اداه تعريف نكره للمذكر المفرد بور لو سينغولي ماسكولان. اذا ان سيجور سيت ان نو ماسكولان سينغولي، اذا هو اسم مفرد مذكر. agréable ستكون هي أيضا مفردة، لاحظوا أننا لم نضع F علامة الجمع، وأيضا agréable هو مذكر. نمر الآن إلى المثال الثاني. une longue durée. alors une c'est un article indéfini، هو أداة تعريف نكرة تعود على الاسم durée. إذا durée هو مؤنث، أولا هو يحمل E muet، إذا هو يحمل الحرف E ساكن الذي يدل على التأنيث كما قلنا في التعريف. وأن هي أيضا تخص المؤنث المفرد، لو كان جمع لقلنا دي دي او اس. إذا بما أن دوغي نو فيمينا سينغولي استعملنا أن ولم نكتب اس. إذا الصفة نعود مانتونو اون باس على الادجكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. كتبنا long، أضفنا UE لأن في المذكر نقول long فقط، نقول long فقط. إذن هنا يتضح أن الأدجكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت، الأدجكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت مؤنثة لأن أضفنا UE، وفي المفرد لأننا لم نضف الحرف S. إذن نعيد القراءة. l'adjectif qualificatif épithète il se rapporte directement au nom. إذن هي ترفق مباشرة بالاسم الموصوف. exemple un agréable séjour une longue durée. إذن كملاحظة هنا لا يوجد أي حرف أو فعل، يا ni une proposition ou bien un verbe qui sépare l'adjectif du nom. نمر الآن إلى النوع الثاني. لدينا l'adjectif qualificatif attribut. alors l'adjectif qualificatif attribut il peut être aussi il est attribut parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état. être, devenir, paraître, passer, pour, rester et sembler. إذن تسمى هذه الصفة بأتريبو لأنها تفصل إذن هي تفصل عن الاسم بفعل حال un verbe d'état s'il est séparé du nom par un verbe d'état. إذن هي هنا في هذه الحالة مفصولة عن الموصوف بفعل حال. Les verbes d'état sont le verbe être, l'adéna le fait l'auxiliaire être, le verbe devenir, yusbah, paraître, yadhal, passer pour, yamolo ila, rester, yabqa, sembler. يشبه. إذن هادوما أفعال الحال، لفيرب ديتا التي تفصل الموصوف عن الصفة فتصبح فتسمى الصفة l'adjectif qualificatif. exemple إذن نمر إلى بعض الأمثلة l'adjectif qualificatif attribut. Les vacances lui semblent gâchées. إذن الموصوف هو les vacances. إذن نلاحظ أن لدينا S هنا لأن الجمع l'article défini. إذن أداة التعريف المعرفة لي في الجمع
les vacances aidan tahmilu l'ala l'harf s ka'alamat jam' idan al mawsouf huna huwa gash as-sifa huna hiya gashi هي أيضا تتبع الموصوف في الجمع إذا نضع S في المفرد نقول une vacance alors c'est un nom féminin إذا نضيف للصفة la lettre E نضيف الحرف E للتعبير عن المؤنث إذا les vacances c'est un nom féminin pluriel alors gâché va suivre le nom il va être aussi féminin et dans nos def aidan e li atnit ou nos def aidan s li aljam. Nous l'aidana le verbe d'état semble. Les vacances lui semblent gâchées. Alors gâché c'est un adjectif qualificatif attribut. Bima anna le verbe d'état semble yafsilu baynaha. بين الصفة gâché و المنصوف للvacances إذن نقول أن gâché c'est un adjectif qualificatif attribut les vacances lui semblent gâchées إذن العطل تبدو له قد أفسدت إذن lui semble c'est le verbe conjugué au troisième personne du singulier نضع فقط هنا E لأن semble la taoud ala les vacances, bal taoud ala le pronom personnel lui. Lidalika semble kumnabit srefiha fi al mufrad lui, elle remplace le pronom personnel il. Namul an ila al mital al tani, la porte reste fermée. Idan al mawsouf huna huwa la porte al bab. Reste baqiyat fermé mughlaq idan al bab baqiyat mughlaqa l'adjectif est fixé fermé c'est un adjectif qualificatif attribut li'annaha masbouqa aw yutafsilu baynaha bayna as-sifa wa al-mawsouf le verbe d'état rester baqiyat ay baqa la porte c'est un nom féminin idan al bab huwa ism mu'annath lidhalika adafna li as-sifa fermé fermé al harf e li ta'nit la c'est un article défini singulier idan huwa fi al mufrad lidhalika huna baqiyat l'adjectif qualificatif attribut fermé fi al mufrad lam nudif al harf s li al jam idan hadha huwa sharh li l'adjectif qualificatif attribut Et on relit l'adjectif qualificatif attribut. Il peut être aussi attribut s'il est séparé du nom par un verbe d'état être, devenir, paraître, passer, pour, rester, sembler. Et d'un passé pour ou fait le wahid yamuru min ajli ou yamuru min ajli. Et d'un amour il a l'an. Exemple, les vacances lui semblent gâchées, la porte reste fermée. Al-utla tabdou lahu qad ufsidat, ou ufsidat, la porte reste fermée. Al-bab qiyat mughlaq. An namod ila l'emploi de l'adjectif qualificatif. Et en tariqat istimal as-sifa al-mu'ahila. Les adjectifs qualificatifs placés avant le nom. En général, les adjectifs qualificatifs placés avant le nom prennent un sens affectif, émotionnel et expriment un jugement de valeur. Alors que les adjectifs qualificatifs placés après le nom désignent de façon objective une qualité. إذن هنا نقصد أن طريقة استعمال الصفة. الصفة قد تكون موضوعة قبل الموصوف
Alors, en général, les adjectifs qualificatifs placés avant le nom, إذا بصفة عامة الصفة المؤهلة توضع قبل الاسم تأخذ معنى prennent le nom avant le nom prennent un sens affectif émotionnel تأخذ معنى affectif donne تأخذ معنى émotionnel et exprime un jugement de valeur. إذا هي تعبر عن معنى يكون affectif نقصد بها مؤثر. إذا تأخذ معنى مؤثر émotionnel هو معنى عاطفي et exprime un jugement وهي أيضا تعبر عن حكم de valeur يعني de valeur et أنها mise en valeur l'adjectif et أنها تعطي قيمة مضافة للموصوف. Alors que les adjectifs qualificatifs placés après le nom désignent de façon objective une qualité. إذا كانت الصفة موضوعة بعد الاسم فهي تعبر عن هدف أو بموضوعية عن une qualité أي شيء حسن. أو جودة الشيء الموصوف. بالنسبة للترجمة الحرفية باللغة العربية هي صعبة قليلا لذلك نأخذ معنى الجملة فقط. نعيد القراءة. L'emploi de l'adjectif qualificatif en général, les adjectifs qualificatifs placés avant le nom prennent un sens affectif, émotionnel et expriment un jugement de valeur. إذن عندما توضع الصفة قبل الموصوف فهي تأخذ معنى عاطفي مؤثر وتعبر عن حكم يضيف قيمة للموصوف. Alors que les adjectifs qualificatifs placés après le nom désignent de façon objective une qualité. إذن أن الصفة إن كانت بعد الاسم فهي تكون صفة أكثر موضوعية تعبر عن امتياز إن كاليتي أو جودة الموصوف. إذن إن كانت قبل فهي تعبر عن المسائل العاطفية الأشياء العاطفية الحساسة بينما إن كانت بعد الاسم فهي تعبر عن جودة أو شيء يميز الموصوف بشكل موضوعي. هذه هي الترجمة بصفة عامة وليس بطريقة حرفية. إذن الآن نمر إلى بعض الأمثلة. Elle a acheté une voiture neuve. إذن هنا elle a acheté اشترى une voiture سيارة neuve جديدة. C'est un adjectif qualificatif. كما سبق لنا elle est placée après le verbe, après le nom, alors il désigne de façon objective une qualité. إذن هنا هاتي الصفة neuve جديدة تأتي بعد الموصوف une voiture أي أنها تأتي بعده وبذلك فهي تعبر بشكل موضوعي على أن السيارة ميزة هذه السيارة أنها جديدة. إذن هنا لا يوجد شيء عاطفي أو إيموشنال أو بيان أفكتيف لأنها تأتي بعد الموصوف وليس قبله. إلى أشتي اشترى une voiture. Une voiture c'est un nom féminin هو اسم مؤنث. Alors neuf تعود نحن نكتب عادة neuf N-E-F وعندما لي المذكر وعندما نكتب
بعد المؤنث أي أن الموصوف يكون مؤنث تصبح الاف الحرف اف يصبح v ونضيف e. Une voiture neuve. إذا نوف نقولها للموصوف للصفة عندما تتبع الموصوف المؤنث ونف نقولها عندما تتبع الموصوف المذكر. Il a acheté une voiture neuve. Une voiture c'est un nom singulier. إذا هو مفرد لذلك لم نضيف الاس لي نوف. Un grand animal cruel. إذا هنا لدينا صفتان un grand كبير يأتي قبل الموصوف و un animal cruel cruel أي أنه في هذه الحالة أتى بعد الموصوف. إذا نستطيع أن نحيط اسم بصفتين قبل وبعد. إذا un animal c'est un nom singulier لذلك grand و cruel لم يحمل الحرف S ومذكر لذلك لم نضيف E هنا ولم نضيف هنا LE. إذا كان مؤنث إذا كان الموصف مؤنث cruel ستكتب ب LLE un grand animal cruel لأن animal c'est un nom singulier masculin. نمر الآن إلى التمرين المقترح. Exercice d'application. إذن في هذا التمرين سنحاول أن نكتب الصفة ونربطها بالموصوف من ناحية التذكير والتأنيث. Alors on doit accorder, نقول accorder l'adjectif au nom. Une bonne parole. Ils sont forts. Venez avec votre père et votre frère. Des régions se développer. Et dans on a assez fort se développer. C'est un nom composé. Et dans il y a un mot qui c'est un nom invariable ou un nom l'éternel développer et un a صفة في ديفلوبي معناها أنها تحت النمو. ديفي نوفو ني. نوفو ني أي جديدة الولادة أو حديثة الولادة. لي فلور بلون الزهور بلون هو أبيض. دي روب فير فساتين خضراء. سوفاز إبيل المزهرية جميلة. Il paraît sincère, yabdo, jiddi. Elle est devenue très brillante. On a la date turbulente et elle m'a dit asbaha anifa. Elle est audacieuse. Innaha tamouha. Alors, la première phrase, une bonne parole. Parole, c'est un nom féminin. Et dans les analadeina une, et dans parole, ou ismon, mu'annat, ou filmofrad. Et dans fanuhawil, anna kouma, bikitabatat il jumal ala waraka, ou annu sahih, ou annu id kitabat asifat, bishaklin, yetba al mawsouf, fitadkiri, wet initihi, ou ifradihi, ou jama. On doit accorder l'adjectif au nom en ce qui concerne le genre et le nom. Une, c'est un nom singulier, féminin. Alors, bon, l'anaktuba B-O-N, belalaina, kitabat, edafat, N-E, wanakfanakul, une bonne parole. Une bonne parole. أن نعود للجملة التي في القبل. Ils sont forts. إنهم أقوياء.
إذن هنا يبدو أن في المذكر il لن نضيف e ويبدو أن لدينا الجمع لأن le pronom personnel il au troisième personne du pluriel إذن هو الضمير الثالث في الجمع هم أقوياء إذن علينا أن نضيف لي l'adjectif علينا أن نضيف لي فور أن نضيف لها الحرف S فنقول ils sont forts إنهم أقوياء نعود إلى الجملة التي في القبل venez avec votre père et votre frère إذن في هذه الحالة لدينا تعالوا مع أباكم وأخاكم هذه الحالة لدينا الأب والأخ ولكن الصفة votre frère aîné aîné أي أخاكم الأكبر هذه الصفة تعود على الأخ فقط إذن في هذه الحالة نحذر أن ليس لدينا الجمع لا نقول le père et le frère أي أن لدينا شخصان موصوفان أي لدينا الجمع لأن الصفة هنا تعود فقط على الأخ le frère إذن pour accorder l'adjectif au nom, on doit rien, changer. إذن لن نغير شيء. تبقى venez avec votre père et votre frère aîné. إذن لن نغير هنا شيء. لا نضيف F لأن الصفة تعود على الأخ فقط. aîné هو اسم مذكر. إذن E accent هي أصلاً توجد في الكلمة وليس للتأنيث لو كانت لدينا sœur votre sœur aînée سنضيف E لأن sœur أخت مؤنث نعود إلى الجملة التي قبل بعد des régions se développer هذه حالة خاصة لأن الصفة l'adjectif c'est un nom composé هو اسم مركب إذن عندما نغير هل نغير se و développer أم يكون تغيير أو l'accord يكون فقط على أحدهما إذن القاعدة تقول أن se développer c'est un nom composé se هو اسم invariable هو c'est un nom invariable إذن لا تتغير هذا الجزء من الصفة لأن se تحت هو اسم غير متغير ستنو انفاريال دي ريجيون إذن هنا جمع لدينا لأن دي وريجيون تحمل اس إذن علينا أن نضيف لديفلوبي نضيف لها اس وفي المفرد نقول اون ريجيون عفوا نقول في المفرد اون ريجيون إذن في هذه الحالة علينا إضافة او لأن اون ريجيون هو اسم مؤنث صحيح يكون كالتالي des régions se développer et dans cela تتغير ونضيف E لأن région مؤنثة و F لأن لدينا جمع نعود الآن إلى défi nouveau né إذن في هذه الحالة لدينا اسم مركب أيضا nouveau né les filles إنهم في الجمع sont au pluriel une fille c'est un nom féminin إذن التغيير سيكون كالتالي سنضيف E للتأنيث و F للجمع لأن في مؤنث جمع بينما نوفو لا تتغير لأنه الجزء الأول من الكلمة المركبة أو الصفة المركبة فنقول ديفي نوفو ني فتيات حديثات الولادة إذن الجملة الموالية هي les fleurs blancs إذن les fleurs هي في الجمع لأن لدينا للجمع ونقول une fleur c'est un nom féminin des robes هو أيضا في الجمع ونقول une robe إذن هي أيضا مؤنثة نمر للتصحيح نضيف blanc نضيف لها HE تصبح مؤنثة نقول لا نقول بلانك بلانس عفوا بل نقول بلانش
إذن les fleurs blanches نضيف H لي ورود بيضاء ونضيف F للجمع. Des robes vertes نضيف E لأن robe اسم مؤنث ونضيف F لأنها في الجمع. فنقول les fleurs blanches, des robes vertes, ورود بيضاء فساتين خضراء. Ce vase est belle. وضعت بيل إن نقول جميلة. وبما أن سو تدل على المذكر نقول سو. هذا هذا هذه نحن لدينا فاز هي مزهرية مؤنثة. إذن هذه المزهرية جميلة فنقول إذن بيل هي المؤنث بينما لي المذكر. Ce vase est beau. المزهرية جميل لأنهم المزهرية هو اسم مذكر في اللغة الفرنسية وليس بمؤنث. سو هي اسم للإشارة. C'est un pronom démonstratif. إذن هو للإشارة ولكن يستعمل للمذكر. Ce vase. مثلا للفتاة مؤنث نقول cette fille. هذه الفتاة. إذن سو يستعمل للإشارة للمؤنث. نعود إلى Il paraît sincère, yabdou, jiddi. Et dan, pour l'accord, il paraît sincère. Là, nous défachons, là, nous défaçons, les analadéna, on a moufrad, il moufrada, ou on a moufakar aïdan, ou hâte à incanas mouanat, fanah nous l'a nous défaçons. Et dan, il paraît sincère, les ujad aïtariyéhona. Est devenue turbulente. Et dans turbulente, il y a anifa. بما أن il هنا لي المذكر فنحن سنقوم بحذف الE. E لأن تخف تأنيت. Il هو مفرد. إذن لن نضيف S. فيكون الجواب كالتالي. Il devenu turbulent. Afin turbulent. Il est devenu turbulente, li al-fatat. Là, quand l'adaina L, E, 2L, E, là, on a L devenu turbulente. Voilà qu'en l'adaina il, fanakoul, il est devenu turbulent, li al-mudakar. Et dans L, on a mu'annata, ax, hada al-mutal, elle est audacieuse. Et dans on a l'anikoun aïtarié, li anna l'adaina E. Là, quand on a mu'annata, là, on a, il est audacieux. نكتب S ولا نكتب E. وS هنا أصلية في الكلمة أي أنها ليست لي الجمع. إذن الجواب يكون كالتالي. Elle est audacieuse. إذن أضفنا بقية الكلمة لأنني في الأصل كتبتها هكذا audacieuse. E تدل هنا على التأنيث. Alors, في النهاية أتمنى أن تكونوا قد أجبتم أجوبة صحيحة. إذا هذا هو التصحيح. Correction. Une bonne parole. Ils sont forts. Venez avec votre père et votre frère aîné. Des régions se développent. Des filles nouveau nées. Les fleurs blanches. Des robes vertes. Ce vase est beau. Elle paraît sincère. Il est devenu turbulent. Elle est audacieuse. إذن نشكركم على حسن انتباهكم وكان هذا درسنا لليوم في القواعد لتعلم اللغة الفرنسية وتطبيقها في الحوارات. درسنا لليوم كان في النحو لا غرامير. نشكركم على حسن انتباهكم وشكرا. نتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس وتمكنتم من استيعاب هذه القواعد لدرس الأدجكتيف كاليفيكاتيف. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.